السؤال إزاي الواحد يتخلص من هذا الخوف؟ عندي مشكلة في الكتابة إن أنا بخاف أبص في اللي أنا كتبته. يعني بخلص كتابة حاجة أيا كانت بخاف أرجع أبص فيها. هو شوف يعني كتاب مفيش قانون في الكتابة، حالات نسبية كلها بين كاتب وكاتب، ولكن أنا أفضل دايما الرجوع ولو حتى بعد 5-6 شهور، لأن كل ما تبعد في الوقت بتبقى رجوعك إليها رجوع نقدي مش رجوع بالمشاعر، فتكتشف الأخطاء في اللغة أو إن الصورة هنا مش كاملة، يعني بيبقى رجوع نقدي، خصوصا بيبقى لأن العمل لما بيتكتب يبدو إنه خرج من الإنسان لكن هو داخله، فعندما يقرأه مرة أخرى بيقرأ من داخله مش من جواه، ولذلك محدش بيعرف يصحح أعماله في النحو، بيغلط بيقرأ من جواه. لكن البعد عنها وقت مناسب، الخوف ده شرعي. أنا من النوع اللي بيعيد بس الرواية، بس لما كنت بكتب في الكراسات زمان قبل الكمبيوتر كنت بعيد في اليمين، كل اللي اكتبه شمال اعيده في اليمين، واليمين ده للهامش. دلوقتي الكمبيوتر مسهل لي بقى الاعاده، لان بقى يعني بعمل ديليت وكاليد وكده وبتاع، طريقه تانية طبعا واسهل وتعودنا عليه. لكن الاعاده مهمه جدا، لان البعد عن الروايه والعوده اليها عن الديوان بيجعلك تقراه قراءه فيها شيء من النقد.